تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء يتجدد معكم في حقوق مشروعة، هذا البرنامج الذي تعودتم أن يكون معنا دائما ونحن فيه برعاية المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. وأي طبعا مشاكل، أي هموم المواطنين دايما بنكون معاها برعاية المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة. الحقيقة تعودنا منه أنه يكون مع المواطن سواء من اسكندرية لأسوان، الحقيقة يجوب أروقة محافظات مصر من أجل المواطن البسيط ومن أجل كل مواطن له حق، ولذا أسمينا البرنامج حقوق مشروعة. النهاردة الحقيقة من ضمن هذه الحقوق المشروعة موضوع الإيجارات القديم. الحقيقة يمكن تحدثت عن هذا الملف في العديد من المقالات والبرامج والحلقات. لما لهذا الملف من أهمية؟ أهمية كبرى لدى شريحة كبيرة جدا من المواطنين. لما يجي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إحنا عندنا 10 مليون شقة مقفولة، ده لصالح مين؟ أعتقد هذه الرسالة بوجهها للسيد المحترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. إحنا مش مع حد ضد حد، كلنا مع الصالح العام، وطالما مع الصالح العام هذه أعتقد من وجهة نظر متواضعة جدا، ودي أول رسالة برسالها في البرنامج حقوق مشروعة، لو تم فتح هذه الشقة 10 مليون شقة أعتقد ده هيبقى في صالح مش بس المالك، ايضا هيبقى في صالح الشباب اللي مش لاقيين شقق دلوقتي. طبعا هيكون معنا ضيوف كرام معكم على الهواء مباشره، معنا ومعكم السيد محترم مهندس ابراهيم عبد الفتاح رئيس مجلس اداره شركه ماجستيك للخدمات البتروليه بالولايات المتحده الامريكيه، ومن مؤسسي مؤسسه السعاده للاغاثه الانسانيه برعايه الامم المتحده. اهلا وسهلا باشمهندس، منورنا. الله يخليك، شكرا. ومعنا ايضا السيد محترم وحضراتكم طبعا عارفينه وغنى عن التعريف سعاده المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. اهلا وسهلا سعاده المستشار. اهلا بحضرتك يا دكتور. منور يا فندم. ده نورك يا فندم. اسمحوا لي ابدا في البدايه بالسيد المحترم المهندس او سعاده المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. حضرتك شايف موضوع الايجارات القديم سعاده المستشار وصل لفين تحديدا؟ هو يا ريته كان وصل. بدايه مشروع الايجار القديم محلك سر، يمكن رجع ثلاث خطوات للخلف لكن للامام ما مشيش ولا خطوه من ما يقرب من 70 عام. بمعنى ان الايجار القديم يمكن كتب في بعض العقود قيمه ايجاريه كانت 20 جنيه اتخفضت ثلاث مرات بقت 8 جنيه و11 جنيه وحاجات زي كده، وبعض العقود اصبحت القيمه الايجاريه 3 جنيه و5 جنيه وما زالت من 50 سنه حتى الان بنفس القيمه. فلو قلنا وصل لغايه فين يبقى احنا بنتجنى على القانون، وانا مش يعني باسف ان بسمي ده قانون. فقانون الإيجار القديم حاجة شيء وقف مكانه على مر ما يقرب من ست عقود من الزمن محل أكثر. لصالح مين سعادة المستشار؟ والله كان على حسب المرحلة الزمنية، يعني مثلا في بداية في الخمسينات والستينات بعد ثورة 52 كان طبعا ما ننكرش ان كان في اصحاب املاك من الاقطاعيين ومن الاغنياء، وكان برضو البسطاء مش لاقيين اماكن يقعدوا فيها، فكان طبعا القوانين كلها بتبقى في صالح المواطن البسيط. مظبوط. اللي مسك في مكان حتى لو ما بقاش محتاجه مسك فيه ومش عايز يسيبه. الفترة اللي بعد كده بدأت تظهر شوية أزمة المساكن، ما كانتش موجودة في فترة الخمسينات والستينات. كانوا بيبخروا الشقق علشان يأجروها، وكانوا بيعملوا إعلانات وممكن المالك يقعد الساكن عنده فترة شهور لغاية ما يبقى يقدر يدفع إيجاره، ولو ما دفعش هو موجود ما فيش مشكلة لأن الشقق كانت فاضية. وبعد ما يبيضها ويوضبها، وطبعا ما كانش فيه لا مقدمات ولا خلوات. صحيح. فترة السبعينات بدأت تظهر أزمة المساكن. بقى المساكن اللي موجودة، لأن الملاك والمستثمرين توقفوا عن إنشاء المباني. لأن اللي بيبني شقة ويأجرها مش بيلاقيها تاني بعد كده. فبدأت تظهر الإسكان في فترة السبعينات. تمام. مشكلة فهم. الإسكان. تمام. فترة السبعينات دي يعني طبعا كان الدولة مكنت المستأجر أكتر وأكتر. ودعمته خفضت له كمان الأجرة ثلاث مرات.
صحيح. لما بدأنا في فترة الثمانينات بدأت بقى الأزمة تبقى صارخة، والأزمة تحتد بين الساكن وبين المالك. تمام. ده هيقودنا لسعادتك مهندس إبراهيم عبد الفتاح، وأنت يعني من مؤسسي مؤسسة السعادة للإغاثة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة. ليه دايما لما بشير على أي حاجة متعلقة بالإيجار القديم بتلاقي دايما في صراع ما بين شقي رحم، ما بين الطرفين، ما بين المستأجر اللي عاوز يقول لك لا انا عاوز اقعد 59 سنه وعاوز ايجار قديم واخد شقه منين، والنهارده الايجارات 2003 و4 و5 ده الشباب، وفي كتير بيقولوا كده، وفي طرف تاني يقول لك لا انا النهارده في حد قافل على شقته 4 و5 و15 جنيه في الزمالك وفي المعادي وفي في مصر الجديده وفي اماكن راقيه جدا وقافلها وساعته مسافر. ما بين هذا وذاك شايف الموضوع وكيف تصنيفه باشمهندس؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا كلامي بالآية الكريمة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي. سؤال حضرتك ليه دايما الملاك والمستأجرين دايما مختلفين؟ ببساطة شديدة دايما في صراع بين الشر والخير، بين الحق والباطل، سوف يكون إلى ما لا نهاية إلى يوم الدين. هذا قدرنا وهذه هي سنة الحياة. أيوة. الصراع بين الحق والباطل. تمام. الحق بين والباطل بين. سيادتك أنا بتكلم من هوت من قصة الإيجارات القديمة عن تجربة شخصية. أيوة. أنا والدي رحمة الله عليه لما بنى العقار يعني اتهم بالخلو وتكاتل عليه السكان ظلما وعدوانا وتداعوا بالمقدمات والخلوات، وكان للأسف كان القانون أياميها 2 من السكان ممكن يشهدوا على المالك وياخدوا بقول يعني لصالح المستأجر، لصالح المستأجر مظبوط، دون الرجوع بأي حقوق للمالك أو حتى الدفاع أو أسانيد قانونية. طبعا يعني ينهيك هذا القصة القانون الإيجار القديم ده هو قانون فاسد بمعنى بكل مشتملات كلمة فاسد. قانون الإيجار القديم دوت أفسد الحياة السياسية. قانون الإيجار القديم أفسد القيمة الاقتصادية، الثروة الاقتصادية للبلد. القانون الإيجار القديم رغم أن في البعض بيعارض الكلام ده؟ طبعا طبعا، القانون الإيجار القديم كان سبب مباشر لإفساد المنظومة التعليمية، وده ما أعتقدش أي حد اتكلم في النقطة ديت. إيه العلاقة؟ أقول لحضرتك نقطة جديدة الحقيقة. طبعا بالنسبة للسادة المشاهدين يعني. أقول لحضرتك إزاي. قيس على ذلك مثلا حضرتك في منطقة معينة إن في تأسست إنها تكون العمارة ديت مبنية 3 أدوار أو 5 أدوار 10 عائلات. أيوة. كويس. اللي حصل إن الناس العيلة ديت اللي ساكنة في الشقة ديت بقى فيها 2 أو 3 في نفس الشقة، في نفس الشقة. لأنه في توارث، وكان ممكن عيلة تجيب تزوج ابنها أو بنتها بدون موافقة المالك، وده كان بيحصل، وده بيحصل. طيب المدرسة ديت اللي كانت المفروض بتكفل التعليم للمنطقة ديت لمئة شخص أو 100 طالب أو 100 طفل، النهاردة المفروض في 1000 طفل المفروض يتعلموا، تضاعف. تمام. ليه ده؟ بسبب فساد القانون الإسكان والتنظيم والإدارة. المفروض قبل أنا حضرتك أنا مهاجر بقالي 38 سنة أمريكا. تمام. هقول لحضرتك قصة يعني يشيب لها الأذهان. أنا أول مرة حاولت أشتري بيت في أمريكا. تمام. وده كان سنة حوالي 79.
فاطول طب قبل الفصل بس سعادتك اتفضل. هناخد اتصال المستشار سعاده المستشار ادوارد بشوي المحامي بشوي ادوارد المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه العليا. اهلا وسهلا سعاده المستشار. اهلا وسهلا سعاده المستشار معانا على الهواء مباشره. اهلا وسهلا اهلا بيك. سمعنا سعاده المستشار؟ سعاده المستشار اتمنى تكون بس الشبكه متاحه والموبايل بتاع سعادتك متاح ومعانا. سمعنا يا فندم ولا بسمعنا؟ طيب اتفضل يا فندم. حبيت لما اشتري بيت حضرتك فقالوا لي ان البيت المنطقه هنا اهوت مثلا سيد ب 100,000، المنطقه ثانيه بيت اكبر ب 50,000. طب ايه الفرق؟ قال لك انت بتشتري مدرسه مش ما بتشتريش بيت وخلاص، وده علشان يقدم لك قد ايه التنظيم في الاسكان مهم جدا في الاجيال والتعليم. دي الكلمه اللي اتقالت سعادتك، انت بتشتري مدرسه طبعاً. مش بيت بالظبط كده. ده الكلمه دي لها مدليل كبيره جدا من باشمهندس طبعاً. طبعا باشمهندس ابراهيم طبعاً. ان كان في نظام لغايه ان يعني انت ما تقدرش تحط منطقه ما يعني الكباتس بتاعتها اللي انت المدرسه بتعلم 100 طفل، ازاي تحط فيها 1000 طفل في مدرسه واحده؟ ده بيأثر على البنيه التحتيه، وقلت دايما هذه الكلمه بالزبط. دايما بيأثر على البنيه التحتيه سعاده المستشار. يعني النهارده لما وطبعا احنا بالنسبه لقانون التصالح وهذا مرتبط بذاك تمام، التصالح اللي اتكلمت عنه في حلقات وتابعتوني حضراتكم في حلقات، لما يجي النهارده سعاده الرئيس يعني حريص جدا على عدم المخالفات العمارات ال 14 و 15 دور، دي اثرت على البنيه التحتيه اللي باشمهندس ابراهيم بيتكلم عنها. في نقطه خطيره هنا حضرتك كمان اثرتها. ايوه شاكر جدا انت اثرتها دلوقتي. اتفضل. هو اهم من اهم اسباب القانون مخالفات الاسكان اللي بيحصل دلوقتي دوت نتيجته قانون قانون الايجار القديم. ليه؟ أيوة. لان اللي كان بيحصل ايه مثلا صارخ واضح في اسكندريه كان كل مقاول يروح للمالك الذي لا حول له ولا قوه تمام. يتفق معاه مع السكان أيوة. ان هو ياخدوا الشقه بتاعته يهدها او العماره يهدها ويرجعهم ملاك وبعد كده هوت العماره اللي المفروض 5 ادوار يطلعها 30 دور. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده اللي وصلنا للمهزله اللي احنا فيها دلوقتي. صحيح. لا بسبب قانون الايجار القديم وبسبب جشع الساكن. مظبوط. لان الساكن مرتبط بالعقد بيقول لك انا مش طالع، فيضطر المقاول يديله 1 مليون و2 مليون عشان يطلع، وعلشان بعد كده هوت يراضي الملك لا حول ولا قوه بيقبل باي وضع عشان يطلع من هذه المهزله. ايه اللي بيحصل؟ بس انا هعترض على حته بس الملك لا حول له ولا قوه، انا بمثل هنا الاتجاه المعاكس. تمام. بمعنى في ناس تقول لك لا اصحاب الملك دولت يعني كسبوا. طيب معانا سعاده المستشار ادوارد بشوي. اهلا وسهلا سعاده المستشار بشوي ادوارد. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا فندم، مساء الانوار. اخبار حضرتك ايه؟ مساء الخير على حضرتك سعاده المستشار بشوي ادوارد المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه العليا. طبعا نتحدث مع سعاده المستشار ماجد صلاح والمهندس ابراهيم عبد الفتاح وكل المواطنين اللي بيتابعونا دلوقتي عن موضوع قانون الإيجار القديم. كيف تصنف هذا الموضوع والتصنيف القانوني، وفي نفس الوقت لماذا لم يطرح في البرلمان سعادة المستشار؟ تمام. هو قانون الإيجار القديم كان فيه مشكلتين رئيسيتين، يعني انا رأيي في الموضوع ان في مشكلتين رئيسيتين في القانون ده. ايوه. اول نقطة المدة بتاعة الإيجار بتكون غير محددة وغير معلوم أجلها. بمعنى إنها مدة مستديمة. تمام. وده طبعاً ما ينفعش غير قانوني وغير دستوري. ليه؟ لأنه حول المستأجر من منتفع للعقار أو للعين دي إلى مالك أو شبه مالك للعين ليها. نعم. بل بالعكس ده خلاه كمان يورث الحق ده، وده أصلاً مش من ضمن أركان عقود الإيجار. من حق ورث. النقطة الثانية اتفضل. بالنسبة للنقطة الثانية القيمة الإيجارية أصبحت غير منطقية بالمرة، يعني أيوة. أصبحت القيمة الإيجارية للعين ما بتتناسبش مع القيمة السوقية ليها، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى بسيط جدا إن ما ينفعش شقة دلوقتي
ايجارها يكون ب 5 جنيه وهي قيمتها السوقيه دلوقتي تكون 1000 جنيه او 2000 جنيه. فانا شايف ان من وجهه نظري ان لازم يتحرر حاجه من الاثنين دول. نعم تمام. يا اما المده تكون محدده، يعني مثلا تكون مده عقد الايجار سنه، سنتين، خمسه، 10، بس تكون محدده. تاني نقطه، يا اما تتحرر بقى القيمه الايجاريه عن طريق رفع الايجار العين بقيمه تساوي او تقارب القيمه السوقيه الموجوده حاليا. تمام. سعاده المستشار بشوي ادوارد المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه، شكرا جزيلا يا فندم. سعاده المستشار، تعالي سعادتك على الصوت. هو يعني المنطق بتاعه في معقوليه شويه، يعني بيقول لك مش منطقي ان انا اسكن واحد واسيبه قاعد عمر واولاده يورثوا بعد منه، ويمكن يكون احفاده كمان في بعض الحالات، لان ده اللي كان بيحصل بكده. مشاهره وبفرض دي على مدى الحياه. وكمان بفرض على المالك انه يقعد العمر ده كله ويورث اولاده وكمان ما يدفعش ايجار. يقعد العمر ده كله بيدفع ايجار حتى لو المالك مش عايزه، بس ما دام بيدي المالك حقه خلاص. تمام. انما يقعد العمر ده كله ما يدفعش، ده صعبه. طيب لو هو مش عايز يدفع، على هما شايفين القيمه دي مناسبه، بس ما تبقاش مناسبه للأبد، تبقى مناسبة لمدة سنة سنتين وتتحرر العقود، يعني المالك ممكن يتحمل لو هي مدة محدودة، ولو هي مدة محدودة كانت انتهت من زمان، من 50 60 70 سنة ولسه في عقود وفي بعض الوحدات مؤجرة لغاية الوقت الحالي. أيوة. فهو عايز يقول إما إن تتحرر العقود بعد سنة أو اتنين فترة انتقالية حتى لو فضلت بنفس القيمة الإيجارية دي، أو من دلوقتي خليه يقعد مدة أطول ما فيش مشكلة، بس تتحرر ترتفع تزيد القيمة الإيجارية، الإيجارية تبقى فيها معقولية شوية. طيب مين اللي يزود القيمة الإيجارية يا باشمهندس إبراهيم؟ هل نحن في حاجة الآن إلى سن قانون لجان أو لجان تشريع لجان أو لجان تحديد الأجرة وكالعهد السابق؟ أقصد أليس البرلمان؟ لا، أنا هقول لحضرتك بالنسبة لتحديد الأجرة. تفضل. أسأل حضرتك سؤال، اذكر لي أي بند أو قرار حكومي طلع من تاريخ ثورة 52 لغاية النهاردة بتحديد الأسعار ونجحت فيها الحكومة. هقول لحضرتك حاجة، تعالى أيام السادات في 74-75 كان في مشكلة الأسعار اللحوم، وطلعت مظاهرات وقال لك سيد بيه سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه. أيوة صحيح، فاكر شعارات الفاكر. مظبوط. إيه اللي حصل بعد كده؟ دخلوا على الجزارين ودبحوهم وسجنوهم واعتقلوا كثير منهم ونزل اللحمة لستين قرش، وبعد كده 3-4 شهور زاد لاتنين جنيه وثلاثة جنيه. أيوة. اللي أنا عايز أقول لحضرتك، ما في اي تدخل من الحكومه لتحديد سعر ايا كان، ده فاشل، قرار فاشل. قالها يا فندم احد وزراء التجاره والصناعه من دي قبل ان السعر متروك للعرض والطلب. للعرض والطلب تمام بالظبط كده. احنا هنا بين رايين تاني. حته بعض المستاجرين يقول لك لا، يعني النهارده حد بيتصل بيا بيقول له انت هتناقش الموضوع ده ارجوك، انا طبيب وبقالي كام سنه في شقتي 3-4 سنين، النهارده العفش بتاعي بضطر انقله من مكان لمكان. طبيب ده يا فندم باشمهندس ابراهيم تمام. يعني من ارقى الفئات الموجوده في فئه الشباب تمام. فقال لي ارجوكم ارجوكم خليكم منصفين مع طرفين. قلت له والله انا مش مع حد. ده بتكلم حضرتك على موضوع الايجار الجديد. ده احد الشباب بيقول لي فانا النهارده كل 3-4 سنين هقعد اتنقل ساعه مستشار من مكان لمكان. تقول ايه لشاب زي كده يا فندم؟ ده بالنسبه للايجار الجديد. ده بالنسبه للايجار الجديد. هي دي صعبه بالنسبة للشاب عشان يتنقل، لكن برضو في نفس الوقت احنا لو الحكومة الدولة مدت ايدها للمرة التانية على القانون الجديد وقال ألزمت المالك بانه يحدد مدة طويلة، قد يمتنع المالك عن الإيجار خالص. وربما نهائي. ربما لو بعد ما سكن المستأجر والحكومة ألزمته بمد العقد الإيجار عنوة غصبا عن المالك،
هندخل في أزمة جديدة زي أزمة القانون القديم، نفس المشكلة. هتعمل انفجار، لا دي مش هتحتمل. أصل الأول كان بيسكن يعني الوضع غير الوضع النهاردة. ما حدش عنده وحدة شاريها بمليون ولا بنص مليون جنيه وعنده استعداد إن حد يجي يقعد له فيها، يقعد له دي مش هتبقى يعني نفس المشكلة. نقدر نقول للشاب أيوة اللي هو هيتأجر يسأل عن المدة في الأول. تمام. الراجل ده هيأجر 3 سنين، هو عايز 6 يدور على واحد يديله 6 بالظبط كده. انما ما يسكنش عند واحد وهو ماضي عقد معاه ب3 سنين وبعد ما يسكن يقول لك انا انقل ازاي. لا مش مشكله. سؤال لحضرتك. تمام. سؤال لحضرتك. انا دلوقتي انت الدكتور ده هو عايز يحدد لي مده، الساكن ده عايز يحدد لي مده 3 سنين او 4 سنين. لا ده السكن مش عاوز يحدد مده، السكن يا فندم عاوز يقعد يعني 59 سنه على الاقل. لا يعني هو هذا الشاب هو متضرر من ايه؟ ان هو كل شويه ينقل عفش صاحب المستشار. لا ده 3 4 سنين هينقل عفش، دي المشكله. طيب معانا اتصال الاستاذ مصطفى عبد الرحمن وكيل لجنه الاسكان. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. الو. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. للاسف بس انا مش يعني انا بره مش جنب التلفزيون، بس يعني انا كان الاستاذ قال لي على مين الحضور. انا اهلا بيك. يعني يسعدني ان اسلم على سياده المستشار ماجد بيه صلاح والاستاذ ربيع عبد الفتاح. اشكرك استاذ مصطفى. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. انا مع حضرتك ولا راي حضرتك استاذ مصطفى في موضوع الايجارات القديم تحديدا. تمام. بص يا فندم، احنا كلنا كملاك مصر بعد ان تخلى عنا مجلس النواب وبعد ان تخلت عنا وزارة الاسكان، والاهم بقى بعد ما تخلت عنا الانظمة السابقة، غير مقبول ان احنا من سيادة الرئيس اسد الامة العربية ان يتخلى عنا. مش مقبول يا سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك عامل نهضة كبيرة في مصر، ونتمنى ان النهضة دي تكمل بان حضرتك ترجع لنا حقوقنا. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملاك مصر، أرامل مصر، أطفال مصر، كل الملاك يا فندم متضررين من قانون الإيجار القديم، يناشدون سيادتكم، وأنا مكلف من الملاك إن أنا أوجه رسالة لحضرتك يا سيادة الرئيس. تمام. واخد بال حضرتك يا سيادة مصر. الرئيس نظرة لملاك مصر، الملاك يا فندم ما بقاش معاه حاجة خالص. المهم لو نخش في القانون. اتفضل. بص يا فندم، اول حاجه مهمه جدا ورساله للجميع. ايوه. ملاك مصر مش عايزه تطرد السكان خالص. هم مطلوب ان ايجار سوقي زي ما وزاره الاوقاف بتطالب بايجار سوقي، احنا برضه يا فندم بنطالب بايجار سوقي لان ده حقنا. دي نمره 1. نمره 2 يا فندم، المحكمه الدستوريه حكمت في 5/5/2018. ايوه. بان الاعتباري اي تجاري اعتباري رد لاصحابه، ولكن الحكم يا فندم شامل كله. فاحنا بناشد وزير العدل، يا سيادة وزير العدل فك حضرتك الاشتباك وقول حضرتك اذا كان الحكم ده ينفذ على الجميع ولا لا. او حضرتك انا واثق تماما لان جميع المستشاري الملاك وغير الملاك قالوا ان القانون ده يشمل الجميع. تمام. دي نقطة. تاني نقطة يا فندم، في بعض المغالطات اللي بتتقال من البعض. اول مغالطه ان الناس خدت خلو، ومره يقول لك ده كانوا بيوخروا الشقه. يعني هم عشان من اللخبطه اللي عندهم مش عارفين، عندهم مش موجود حاجه يعني حجه يقولوا لنا بيها. احنا يا فندم ما خدناش خلوات من حد، وانا سبق قبل كده اتكلمت على الدعم التمويني، ما كانش في دعم تمويني خالص. كان شرط الدعم التمويني ان يكون في رخصه بناء. طبعا. والرخصه دي يا فندم كانت تتكلف سنتين وتتكلف ثمن العقار، فما كانش الملك بياخدها. احنا بنناشد الشعب المصري، يا شعب يا مصري، ملاك مصر بتنهار، عايزين حقوقنا. مش معقوله يبقى محل تجاري بيكسب زي ما بيكسب كويس ويديني انا ملاليم، ويأجر من الباطن ب50,000 و60,000 جنيه وانا عايز اتفرج عليه. تمام. وبعدين يا فندم انا عندي التساؤل الاخير. رسالتك وصلت استاذ مصطفى عبد الرحمن وكيل لجنه الاسكان بحقوق الانسان، شكرا جزيلا استاذ مصطفى. تعليق سعاده المستشار. مسألة الخلو دي يعني أولا ده الخلو كان مخالف قانونا. يعني أي حد كان بيتثبت أنه أخذ خلو أيوة كان بيتحاسب على طول، كان بيتحبس على طول، كان في قانون بالحبس على طول للمالك. طبعاً. المستأجر اللي بيدفع الخلو اللي هو أيضا كان
مخطئ وشريك في في الغلط ده ما كانش حد بيعمل له حاجه. تمام. كانوا بيخفضوا له الاجره مع ان هو شريك في الخطا. ايوه. فلو فرضنا ان المستاجر عمل حاجه غلط ما يجيش النهارده يحاسب الملك عليه، لان انت كنت غلطان. وبعدين خلوه مش في كل الحالات الملك كان بياخد خلوه لنفسه. ده في بعض الحالات كان بيبقى المستاجر هو اللي بياخد الخلوه. احنا شفنا الكلام ده بعينينا في السبعينات والثمانينات واول التسعينات قبل صدور 4 سنة 96 قانون 4 سنة 96. كان واحد ساكن مثلا في شقه ب 10 جنيه يخاف يخليها، لو هيمشي الساكن دوا ويجي ساكن تاني، الساكن اللي هيمشي بياخد من الساكن التاني الجديد الخلوه. أيوة. مش المالك. فيقولوا للمالك احنا هنزود لك الايجار. أوه. بدل ما هو 10 جنيه يبقى 100. تمام. المالك كان بيخاف في الحاله دي لانه لو زوده بقى 100 وهو مظبوط في العوايد 10 جنيه هيرجع بيبقى ب 10 جنيه ويتحبس كمان المالك. صحيح. فكان المالك بيخاف يزود الايجار. مظبوط. يلتزم بال 10 جنيه مقابل ان يدوله اذا كان في خلوه 10,000 يدوله 1000 علشان يوافق يغير. تمام. العقد. تمام. ولك احسن من ما تفضل مقفوله وبرده كده كده مش هاخد حاجه. فدي حاجه بتتم في الضلمه. أيوة. من تحت الترابيزه. جميل. في الدره الكل مخطئ فيها. تمام. مفيش قانون عشان نيجي نحاسب الملك عليها. مزبوط. ده بالنسبه للخلو. طيب. بالنسبه لمواد البناء. يا سيدي انا هفترض انه اخد جاب خد من الدوله مواد يبني بيها. ايوه. هو اخد المواد دي علشان يساعدوا الدولة عشان تدعم المالك عشان يقدر يبني. بدل ما كان بيتزلوا مش بيلاقي المون دي حتى في السوق السوداء ما كانش بيلاقيها. وبأسعار غالية فكانت الدولة بتوفرها له. كانت. تمام. كل حاجة بتتصرف من الدولة. التموين كان بيجي من الدولة. في فرق بين توفير المواد البناء وفي فرق بين دعم مواد البناء. لا هو كان بيوفره له بالسعر الطبيعي. السعر الطبيعي. ما بيخليش دعم. السوق. وليس دعم. ما بيخليش السوق يعني يستغله يعني ولا الدعم اللي انا افهمه ان السلعه ب 10 جنيه الحكومه بتديه بتدعمها مثلا ب 5 جنيه لكن لا كان السعر الرسمي الحكومه بتبيع بالسعر الرسمي وكان المالك بيضطر ان هو يكمل البناء بسعر السوق السوداء من باسعار مرتفعه. طيب. رايي كده برضو جالي في ضمن التعليقات باشمهندس ابراهيم بوجهل سعادتك وهو بيقول لحضرتك طب ما هو المالك ما هو كسب زمان، هو انت ساعتك عاوز تكسب مرتين. انا رايي كده يعني من الاراء. انا من حقي انا بنيت واستثمرت فلوسي استثمار. من حقي ان اكسب مره واثنين وثلاثه ده استثمار. انت ما انت مش شريكي يا دكتور يعني كسب ايه؟ طب ما تيجي نحسبها شقه في عماره فيها 10 شقق. طب ناخد اتصال. اتفضل. نرجع مثلا استاذ مجدي من الاسماعيليه. اهلا وسهلا استاذ مجدي. اولا انا بمسي على معالي المستشار ماجد الراجل المحترم بجد راجل محترم. اشكرك يا استاذ مجدي. اشكرك حبيبي. اللي بيحاول يرجع الحق لاصحابه. اولا انا قانون الايجار ده انا عندي 4 سكان يا فندم. أيوه. اقسم بالله لمبه السلم ما بيقيدها ولي شقق جنبنا ماجر الشقه ب 1600 وب 1500 وساكن عندي ب 60 جنيه وانا نزلت فيديو على اليوتيوب 60 جنيه ده كويس انه بيدفع 60 يعني. يا فندم انا بقول لحضرتك هو بيأجر ب 1600 بيدفع عندي 60 جنيه. استاذ مجدي حضرتك اثبتت ان عنده شقه بره؟ عنده يا فندم، عنده كاتبه باسم بناته وباسم مراته يا فندم. هو المساله انا عندي حل. انا عندي العماره كلها كده. اصل في بعض الاراء بقول الكلام ده يا استاذ مجدي لان بعض القانونيين يا استاذ مجدي معلش انا اسف قالوا اذا اثبتت انت كمالك ان هذا المستاجر عنده مكان اخر او عين اخرى اعتقد يحق ليك. لا يا فندم لا القانون. راي تاني قانوني قال لا ده لو حتى لو عنده عماره وده في الحلقه اللي فاتت ما بين هذا وذاك انا متحير. انا بصراحه كمستغرب كمواطن بالظبط كده من هذا العوار القانوني يعني. اتفضل يا استاذ مجدي. انا عندي اقتراح. اتفضل. احنا الاخ اللي قبلي قال احنا مش عايزين نطرد السكان. صحيح. فعلا في حوالي مثلا 700,000 ساكن هنقول معدمين. احنا كملاك واقترحت الاقتراح ده احنا ممكن يتعمل صندوق مننا احنا بنقص ان انا ادفع ايجار 3 سنين يا فندم ونبني مساكن للناس دي ما يستفدش مني الغني. والله راي محترم. واحد عضو مجلس الشعب. راي محترم وراي ناس عاوزه تحل يعني. انت فهمني حضرتك يا فندم. تمام. احنا مع الساكن المعدم الساكن الغلبان لكن انا ما دعمش او ادي لواحد مرتاح او واحد غني فلوس ابويا وملكي حرام. وانا ده رايي ويا ريت معالي المستشار يتبنى الراي ده واحنا كلنا في ظهرك
وربنا يوفقك والحق يرجع لاصحابه. شكرا استاذ مجدي لهذا، اشكرك اشكرك. في رأي محترم، رأي محترم جدا. في نقطه نوت حضرتك بقى يعني عايز اوضحها، قد ايه كان المالك مضطهد، اتفضل. قد ايه كان المالك مضطهد في من يوم ما بدا استثماره في البلد ديت، كويس، من سنه 63 حضرتك. ايوه. وتحس ان المالك مضطهد اضطهاد يعني غريب الشكل. مضطهد. مضطهد. تمام. سوري مضطهد. ماشي. أكيد اللهجة الأمريكاني. بس الكلمة دي هتودينا الناس هتزعل يعني. الملك مضطهد أم مضطهد يا معلم؟ الملك مش ناقص. طب ناخد اتصال معلش أنا آسف. اتفضل. الدكتور عطية الهادي من علماء الأزهر الشريف، أهلاً وسهلاً دكتور. دكتور عطية أهلاً وسهلاً. معانا دكتور عطية؟ معانا دكتور عطية؟ الاتصالات يا جماعة، معانا الدكتور؟ باشمهندس. تمام. معلش آسف. من سنة 63 عشان أبين لحضرتك بس وأثبت لك بالدليل القاطع إن القانون المسائل الإسكان في مصر كان يستغل في الفساد، الفساد السياسي، بمعنى كل قرار طلع لصالح السكان. أيوه. كان قبل منه فساد سياسي يضطر ان هو يغطي مشكلته، يراضي يراضي المواطن على حساب المالك. تمام. دكتور عطية الهادي من علماء الازهر الشريف، اهلا وسهلا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، تحية لك. وطبعا سعادة المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية يا دكتور عطية لحقوق الانسان، والباشمهندس ابراهيم بيسألوا سعادتك عن موضوع مشروعية القانون القديم، قانون الإيجار القديم. دكتور أهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. وبشكر حضرتك على تناول القضية الشعبية الحساسة من الدرجة الأولى اللي قديما كانوا بيهربوا منها، لكن يعني ربنا يصلح ما بين إيديكم إن شاء الله. آمين. أولا الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. تمام. ويقول الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أيوة. ويقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإسلام زي ما بيدي للساكن حق السكن والإقامة والراحة، بيدي المالك حق الانتفاع بالعين، وإنه لا يبخس في ملكه ولا يظلم فيه. واحتكار الساكن للعين حتى تورث للابن او الحفيد ده غير شرعي. الاولى بهذا الميراث ابن المالك وليس ابن المستاجر. كذلك لما ننظر لسعر الذهب في الستينات والسبعينات والخمسينات لا يتناسب تماما مع سعر الذهب في الايام اللي احنا فيها. صحيح. والذهب ده المعيار الشرعي المتفق عليه انه بارتفاع الذهب ترتفع جميع الاسعار. مزبوط. ولذلك لما بنيجي نطلع الزكاة بننظر لنصاب الذهب والفضة، لان ده المعدن الاصيل اللي اقره الاسلام واللي العالم كله بيتفق عليه. صحيح. طيب هل سعر الذهب في الستينات والسبعينات زي سعر الذهب النهاردة؟ يبقى دي المفروض ان دي عملية تناسبية طردية تتفق مع بعضها. تمام. جميع الاسعار زي ما بترتفع يبقى ينطبق على القيمة الايجارية للمالك في العين القديمة او اللي تتبع القانون القديم. هذا امر. الامر الثاني ان الاسلام يعني لا يرضى بالظلم. أيوة. لما واحد يبني العين ديت ويكلف عليها وهي مصدر دخل بالنسبة له، ومع ذلك انت بتلاقي ان المستأجر بيحتال. يعني انا من حوالي اسبوعين ثلاثة جالي مالك يمتلك فيلا كبيرة في منطقة راقية جدا. تمام. وفيها ساكن ب 12 جنيه الفيلا. دي على مساحة 600-700 متر.
وساكن ب 12 جنيه وهو عايز يتوارث الفيلا دي هو واخواته. تمام. وده قال له انا عايز 30 مليون. ايوه. خلو ورجل. طب هو ال 12 جنيه اللي انت دفعتهم. اذا كل حاجه دكتور عطيه اقدر اتفاهم من سعادتك دكتور عطيه وانت من علماء الازهر الشريف انك ان كل حاجه تسعر بسعرها الحقيقي في وقتها. الو مش كده ولا ايه؟ دكتور عطيه. الو. طيب الدكتور عطيه الهادي من علماء الازهر الشريف شكرا جزيلا لحضرتك. مع سعاده المستشار. انا مستغرب ان الدكتور عطيه اتكلم في ما يقرب من 10 بنود استغلال. صحيح. ظلم توريث بالخطا لابن الساكن على حساب ابن المالك. بخس وكلها بايات صريحه من كان يهمنا راي الدين من الدين عشان حجه على الجميع القران. طيب مفروض في الماده الثانيه بتقول الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مبادئ الشريعة اللي سميها المصدر الرئيسي للتشريع ده دستور مصر. ودكتور عطية سمعنا بيقول ايه. طيب فين الازهر وفين دار الافتاء وفين ليه ما يكونش فيه خطاب أيوة. بينهم وبين البرلمان وبينهم وبين رئاسة الجمهورية وبينهم وبين رجال الدولة ومؤسسات الدولة. طب لما هو الامر كده يعني الوضع ده مستقر على هذا الظلم وهذا الفساد وهذا القهر للمالك اقول ايه؟ اقول سلب حقوق. ده في حاجه هو للصالح العام. يعني النهارده بدات الحلقه من باشمهندس ابراهيم يا فندم قلت 10 مليون شقه مغلقه ده تقرير الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اعتقد دول اتفتحت ساعه المستشار يا فندم. في ده في مشكله الايجار الجديد كمان وهيحل مشكله الوقت. طبعا ما هو اللي عنده شقه مقفوله دي لو جاله شاب من اللي كنا بنتكلم عنهم وقال له انا عايز اسكن 10 سنين هيسيبه يسكن 10 سنين. ما هي كده مقفوله. صحيح. بس هياخد ايجار بدل ما هي مش يا فندم القانون الايجار القديم مستغل سياسيا لمصالح ناس معينه. تخيل حضرتك ان سيادة الرئيس يطلع من حوالي شهرين ويقول نعظم أجرة الإيجار الأوقاف لأن إيجاره بخس. رئيس الجمهورية بيقول نعظم الأجرة بقيمة السوقية ويطلع بعد كده بفترة أسبوع لأسبوعين رئيس لجنة التشريعية يقول في تصريح له يقول ان الساكن بقاله 40 سنة ساكن المفروض يتقاسم مع المالك. يبقى ده بيتكلم الرئيس بيتكلم في ايه ورئيس لجنة التشريعية بيتكلم في ايه. لما يكون عندي انا عضو في لجنة الاسكان مقاول وبيدفع غرامة 200 مليون جنيه عشان مخالف للقانون. ازاي نائب الشعب تمام ولجنة الاسكان نائب في لجنة الاسكان تمام ومخالف للقانون. طيب يعني ده طبعا لازم ليس يكون كل ما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل. في ناس شرفاء معانا. الاستاذ سيد من المنوفيه اهلا وسهلا استاذ سيد. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. تحيه لسيادتك وضيوفك الكرام يا فندم. اهلا وسهلا. انا صاحب محل في المنوفيه مطعم محلين. ايوه. المستاجر توفى من 5 سنين وللاسف اولاده قبل ما ارفع قضيه جابوا مستاجر جديد من الباطن من اولاد المحله. اجروا محلاتي ب 15,000 جنيه. 15,000 جنيه. انا باخد 150 جنيه في المحكمه. وحضرتك تاكدت من هذا الايجار من الباطن؟ ايوه يا فندم. وللاسف هو بيروح يعمل له كل حاجه من التامينات. نشاطهم ايه المحلات دي يا استاذ سيد؟ ويدفع له الضرائب سيادتك. أيوة. وكأنه هو موجود في العين بيتعامل باسم المستأجر الأصلي معروفة. هو نشاطهم ايه المحلات دي يا أستاذ سيد؟ مطعم يا فندم. مطعم يعني الراجل بيشغلهم تمام بإيدين ناس تانية لكن اللي في الصورة على الورق المستأجر الأصلي وهو مأجرهم ب 15,000 وبيدفع طبعا. هل اتخذت أي إجراءات قانونية؟ ما يقدرش يا فندم. أستاذ سيد سؤالي لحضرتك ورسالتك وصلت. هل اتخذت اي اجراءات قانونيه يا استاذ سيد؟ سقف المحل يا فندم كان باظ. رفعت قضيه عشان اثبت حقي في المحل وفي السقف. جاي خبيري رجل خبير. القضيه دي كانت من حوالي 7 سنين. قانون ضعيف. وجبنا خبير تاني قال ده بيعمل صيانه عاديه جدا بعد ما قفلوا على دكتور المحل وعملوا تصميم في المحل وكل شيء انتهى.
للاسف. اشكرك السيد، رسالتك وصلت، وده نموذج بالمناسبه مشاهدينا الكرام استاذ سيد، نموذج لالافات لالافات الاشخاص اللي هم للاسف اتأجر منهم. انا عندي محل اتأجر منهم، اجروا من الباطن. انا عندي محل حضرتك مقفول بقى له 25 سنه. المستاجر متوفي. انا مش عارف عنوانه ولا اسمه، والمحل متهالك ومش قادر اعمل اي حاجه، اللي بيدور ولا قادر افتحه ولا احصل على المكان بتاعه. الاصعب من كده، في فتره من الفترات انا هحكي واقعتين في نص دقيقه. طب ناخد الاستاذ احمد ربيع. ناخد الاستاذ احمد ربيع، وكيل لجنه حقوق الملاك. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اولا انا بشكركم جميعا اهلا لمساندتكم لقضيه الملاك، وببدا كلامي بمناجده لرئيس الجمهوريه بالتدخل لوقف هذا الهراء، وطلب وطلب بوفد مقابلة وفد من الملاك لعرض قضيتنا. انا هختصر كلامي في نقط عشان اسيب وقت برضو للسادة اللي هم يعملوا مداخلات. اولا بطالب باقرار للذمة المالية. ثانيا انا مشكلتي مع الحكومة مش مع المستأجرين، وعلى الحكومة الحالية اصلاح ما افسدته الحكومات السابقة، لان ده قانون استثنائي انتهى بزوال السبب. النقطة الثانية، اتفضل. النهاردة في اللحن الحزين اللي الناس شغالة عليه، تقول لك المستأجر الفقير. يا فندم اثبت انك انت مستاجر فقير وانت على دماغي وعلى دماغ الدنيا كلها. زي ما حضرتك بتبص بعين واحده للمستاجر الفقير، بص بعينك الثانيه ان في مالك عايز تحت خط الفقر. دي نقطه قلتها. تمام، شكرا استاذ احمد. ثاني حاجه، شكرا يا فندم، اشكرك. سعد مستشار، مساله ان المستاجر فقير، طب المستاجر ده فين؟ ده من سنه 50 هو عايش. المستأجر الفقير ده مش أولاده اتربوا في المكان ده ببلاش وبعدين توفوا أولاده، ويمكن أحفاده حاليا لسه موجودين وبيدفعوا الواحد 3 جنيه و5 جنيه. طب ما كبروا وأخدوا السن القانوني، يعني ما بقوش قاصرين ولا حاجة زي كده. الأستاذ، في حد من الأستاذ من المتصلين، أستاذ مجدي أعتقد كان قال إن إحنا مستعدين ندعم نعمل سكن صندوق. أنا مش صندوق. لا أنا مش موافق على الاقتراح المحترم ده خالص. إحنا بنقول يعني خطوة إحنا يا فندم يعني. أنا بقول دايما لما أنا أشك إن ده حقي يبقى أنا بتنازل عنه. هي عموما مبادرة طيبة يعني. مفيش مشكلة. بس طب ليه ما هو الحق المساكن المغلقة اللي ما بتستثمرش خالص، ثروة عقارية بالمليارات مش بتستثمر. صحيح. طب ما ترجع لصاحبها وصاحبها يدفع عنها ضرائب زيادة شوية. طبعاً. للدولة، والدولة طبيعي هتاخد الضرائب دي تبني بيها مساكن. طيب. عاوز هنا بس سعادتك معلش ضربت مثل محترم جدا، محلاتي مش عارف ارجعها، وده مثال الاستاذ سيد قاله. حضرتك النهارده هل لجأت الاجراءات واتخذت اجراءات قانونيه ولم تنفذ؟ يا فندم مش كل ما احاول اخد اي اجراءات يقولوا لي لازم اسم وعنوان المستاجر، الراجل الراجل. طيب. الراجل اللي توفى القديم يا دكتور ابراهيم، الراجل أيوة. توفى من 25 سنة. تمام. ولا أعرف سن اسمه ولا عنوانه ولا ساكن فين ولا أي حاجة. تمام. مش قادر أفهم أي حاجة. أستاذة سهام من أصحاب الملاك، أهلا وسهلا أستاذة سهام. السلام عليكم يا فندم، زي حضرتك يا فندم. السلام، أهلا وسهلا حضرتك. أنا من برضو أحد الملاك الورثة عن والدي. أيوة. فعايز أقول لحضرتك إحنا مش محاسين إن إحنا ملاك خالص. المستاجرين اللي هم عايشين في الشقق دلوقتي اللي هم اهاليهم اساسا ماتوا، واللي موجود دلوقتي كله الاحفاد هم الملاك مش احنا الملاك. تخيل حضرتك جاي لي حفيد من الدرجه الثالثه قاعد هو في الشقه واهله عندهم بيوت ملك في نفس البلد، بيوت ملك مش بيت واحد. وبعدين لما تيجي حضرتك تقول له ان انت مش من حقك ده، لا ده دخل وحط عفسه، وللاسف السكان هنا بيتكاتلوا كلهم مع بعضيهم، يعني هم في الزور كويس قوي يشهدوا وايد واحده وجيش واحد زي ما بيقولوا. فده حاجه. الحاجه الثانيه، انا عندي برضو كام شقه يا فندم مقفولين ومش موجودين لدرجه ان اتشال عدد الميه وعدد النور علشان ما بيدفعوش لا نور ولا ميه. طب دول ما يتثبتش ان هم تاركين الشقه النهارده 6 سنين يا فندم الشقه مقفوله. تمام.
تمام. انا بقى مش اولى بيها وابني مش اولى بيه. رسالتك وصلت مدام سهام، شكرا جزيلا يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. دي رساله طبعا مشاهدينا الكرام، يعني استنساخ برضه من العديد من الملاك. يعني دكتور ابراهيم بيقول دلوقتي ان لو المستاجر اللي كان واخد محل حتى من ده مش سكن ساكن فيه ومالوش مكان تاني، لا ده محل وقفله وتوفى من 25 سنه 25 سنه لمصلحه مش قادر ياخد اي اجراء، وده مش سكن هنقول هنطرده في الشارع. أيوة. مقفول. طب ده كان لو واحد حتى غير ده وغير ده كان استفاد بيه، كان صحيح. شغله. طب حاله ثانيه، ما ياخدوش لو رخده ممكن تبقى ده حاله ثانيه كبيره جدا. عندي محل حضرتك. أيوة. عندي محل تجاري. المستاجر الاصلي توفى والوريث عنده 5 محلات تجاريه. ايوه. طب ليه انا ما استفدتش من المحل بتاعي؟ ليه يورث انا وعنده ما يكفيه؟ ليه متمسك بالايجار؟ عشان الايجار ايجار محل 130 متر ب 17 جنيه يا فندم. طيب عاوز كلمه من حضراتكم سعاده المستشار والباشمهندس ابراهيم في نهايه هذه الحلقه، رساله بنرسلها بدايه للسيد محترم رئيس الجمهوريه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمعنيين في هذا الملف. مع سعاده المستشار. انا بقول ان ده قانون ظالم صدر في ظروف سياسيه كانت استثنائيه. تمام. وهو قانون استثنائي مش قانون دستوري. ولم يصدر بتشريع ولا موافقه برلمان ولا هو، فبالتالي نص القانون او تغييره او تعديله لا يحتاج لموافقه. تمام. البرلمان. ولو عونا وانتظرنا البرلمان معظم اعضاء مجلس النواب منتفعين من هذا القانون الفاسد وعندهم املاك معروفين بالاسم، اللي ساكن في جاردن سيتي ب 20 جنيه واللي معاه فيلا مش عارف في الدقي ب 12 جنيه. طيب لو تذكر ساعتك المستشار قلت ساعتك. نعم. بس انا عاوز دستوريه القرار. اليس البرلمان هو المنوط بذلك؟ أنا بقول ده قرار استثنائي صدر من رئيس الجمهورية الأسبق أو قبل الأسبق، يبقى رئيس الجمهورية يحل الإشكالية دي ويدي توجيه بتعديل القانون أو إلغاء القانون. البرلمان حاجة من الاثنين. طيب. البرلمان معانا سيادة النائب عادل بدوي. أهلا وسهلا عادل بيه عضو البرلمان المصري. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. عادل بيه تحياتي لسعادتك. الحقيقة لماذا، سؤال سريع لما عليك، لماذا لم يناقش البرلمان المصري قانون الإيجارات القديم في الدورة البرلمانية السابقة؟ والله أولا بس خلينا أحيي المشاهدين الأعزاء اللي بيسمعونا وأحيي حضرتك ومعرفش اللي موجودين معاك في سعادة المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان وباشمهندس إبراهيم عطا. تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. حضرتك أولا إحنا كان القانون ده طبعا انت عارف انه عامل لغط في الشارع كبير. صحيح. ونفس اللغط ده موجود حاليا، كان موجود في لجنه الاسكان واحنا بنناقشه بين معارض وبين موافق. وكان طبعا في طرفين، والطرفين دول مظلومين. تمام. في طرف اللي هو الموجود المالك اللي هو بيعاني من القيمه الايجاريه وحاسس ان هو متورث. ايوه. ونفس الوضع المستاجر الغلبان، في جزء منه مستاجر غلبان ظروفه صعبه. لو احنا خدنا القرار يا فندم، المالك مش غلبان يا فندم، المالك منهوب، المالك مسروق، ما تقولش المالك غلبان يا فندم. طيب انا ارفض هذا الكلام. بعد اذن حضرتك ارفض هذا الوصف. انا اقول رايي، طيب وانت تتكلم بعد كده في الاستوديو. نكمل سياده النائب. نكمل يا فندم. يعني لو سمحت نكمل سياده النائب. تمام. بين مستاجر ظروفه صعبة والراجل كان في عقد، والعقد شريعة المتعاقدين وكان متواجد ملعق. فالنهاردة احنا في البرلمان كان مفترض النهاردة الاول ان انا اعد القانون ونسأله للمجتمع المدني للمناقشة. سيادة النائب هل سيناقش هذا الملف في الدورة البرلمانية القادمة؟ انا اتوقع ان شاء الله بإذن الله يتناقش في الدورة البرلمانية القادمة، بس بعد ما ينزل ويتناقش في المجتمع الاول وفي الاعلام. تمام. ونقدر نوصل لحلول مناسبه. تمام. تقدر نوصل لقانون يخطب لو سمحت. تمام. هل حضرتك من انصار الغاء القانون ولا مؤيد عدم الغاء القانون لو سمحت؟ انقطع الاتصال. طيب شكرا سياده النائب عادل بدوي عضو لجنه الاسكان بمجلس البرلمان المصري. 30 ثانيه كلمتين لسعادتك وكلمتين هو فضل. لهجة دكتور عادل
هي استكشاف واستشعار للهجة البرلمان بالكامل. تمام يا فندم. المالك مظلوم والمستأجر مظلوم، هنفضل نمجح طيب في القضية الكلام المطاط اللي هو اللي بيقول العقد شريعة المتعاقدين. معظم العقود إن لم يكن كلها قديما مكتوب المدة مشاهرة. مشاهرة طيب. يعني أنا لو عايز أنهي القيمة الإيجارية سواء المالك أو المستأجر تمام. بخطر الطرف الثاني وأنهي تمام. القيمة. هل طيب. يقدر ينهي العقد بالطريقة؟ جميل جميل. ما يقدرش. لو تسمح لي أوجه كلمة سيد الرئيس سريعا. السيد الرئيس أنا بناشدك لو سمحت، أنا راجل بقالي 38 سنة أي. مهاجر البلد ديت، وبسبب هذا القانون وبهذا بسبب هذا القهر الواقع على الملاك بناشدك، أنا أول رئيس جمهورية نزلت وانتخبته، أنا من أول طبعاً. المستقبلين لحضرتك في نيويورك، واسأل عندي في السفارة حضرتك. أنا بناشد حضرتك إلغي هذا العوار الدستوري من القانون المصري. رسالة هذا معك. هذا يعني اقول لحضرتك ايه رساله معاليك وصلت باشمهندس ابراهيم عبد الفتاح طبعا رئيس مجلس اداره شركه ماجستيك للخدمات البتروليه بالولايات المتحده ومن مؤسسي مؤسس السعاده للاغاثه الانسانيه بالولايات المتحده. شكرا جزيلا باشمهندس، رسالتك وصلت. شكرا جزيلا سعاده المستشار ماجد صلاح رئيس المؤسسه القوميه لحقوق الانسان. 10 ثواني بس سريع. رئيس عبد الفتاح السيسي راجل مقاتل تمام. ومش صعب عليه ياخذ القرار دوت، وكمان هو الوحيد انا تمام. بحييه تمام. وارفع قبعة تمام. هو الوحيد الذي لم ينتفع صحيح. من قانون الإدارة القديم. نتمنى رسائل سعادة المستشار وباشمهندس إبراهيم تكون وصلت، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا.